مرحبا. فجأة بتلف such a weird feeling. عملت كيس صفر. مرحبا، أنا تارا عبود وبلعب سارة. وأنا محمد نزار وبلعب عمر. وأنا تنيل أنصاري وبلعب شمس. أنا تارا عطلة وبلعب دور نديم. أنا رنيم وبلعب دور فرح. أنا ليت بلعب دور علي. أنا سارة وبلعب دور تسنيم. أكيرا وبلعب دور هبة. واليوم رح نلعب تحدي صورة من وراء الكواليس. هاي الصورة إلها قصة كتير بتضحك، لأنه هذا العلم معمول من خشب. في مرة كنت عم بمشي وما بعرف ليه ما كنت منتبهة، طلع لورا أو إشي وخشيت بالعلم هيك. تارا فصلت علي ضحك، كانت تارا الوحيدة I think my answer. طالعين من الباص وماشيين فجأة بلف العلم، أنا إنه oh my god فرط الضحك. ما حدا بتعرفوا لما الواحد بوقع وإشي are you okay إيش صار منيح أنت نجيب الدكتور هاد، وتارا قعدت تضحك هي الوحيدة. شوف هيك الصداقة الحقيقية جد. من يوم عيد ميلادي صادف إنه كان on set، فكنا عم نصور يوم كامل وبآخر اليوم فاجأوني وجابوا لي كيكة. أوكي، هاد it must be the most challenging يوم تصوير بحياتي. كان يوم الفوتبول when I first auditioned للدور، تيما asked me do you play football؟ قلت لها yes طبعاً of course I play. طبعاً I've never played in my entire life. ما في ناتشرال تالنت. I mean، فأنا رحت عند تيما قلت لها اسمعي I can run I can do everything that looks like I play football، بس يعني بس not actually play. Did you score any goals؟ I did not. جابت ممثلين تانيين يجيبوا جوال بدالي وما حدا سكور. Oh my god. Yeah. صار المشكلة مش فيه. عملت كيس على أنا ما رح أفوت ولا حدا رح يفوت. That's literally what happened. أنا عندي هاي الصورة، كنت أنا وسارة وبرضو يعني كنا قاعدين لحالنا، فشفنا تبعت نتفليكس هاي الكوت ومسكناها وتصورنا معها، فكانت الصورة بالنسبة لي يعني من أحلى صور صراحة. هاي أول صورة، وهاي كانت بأول يوم تصوير كمان. ما بعرف الشعور أول ما دخلت على الغرفة وشفنا هيك الكراسي مع أسامينا، that was such a weird feeling إنه هاي شمس، إنه شمس عندها كرسي. وات عشان especially عشان كان أول مرة I'm acting، فكان experience جد جديد لإلي. هاي صورة يعني من أكثر الأشياء اللي بحبها بالتاريخ هي الكروكس الصفر تبعوني، فأنا دائما كنت أجي على السيت بالكروكس الصفر تبعوني، وكانت أمنية حياتي إني أقدر أصور فيهم. فمرة we were filming a scene وكان في عنا إشيو بالطول، فتيما looked at me وقالت لي سارة you can go get your crocs. فهيك حلمي بالحياة تحقق، لأنه عن جد كنت بدي أمثل بالكروكس تبعوني وماي كروكس ميد إت. وهلأ بتقدري تحكي هذا السين انتم مش عارفين انه انا لابسه فيه كروكس. تسنيم لابسه كروكس، تخيلوا. تخيل صفر. هاي الصوره دي. اوكي يو جايز بروبلي دونت نو، وان شاء الله يو دينت ريلايز، بس كوعي كان مكسور during filming. كنت البس جاكيتات كثير كبار عشان اخبي الجبصين اللي كان تحته، فكل مره انه انتم شايفوني انا حامله واتر بوتل او تليفون لانه ايدي هيك. كان كتير صعب بس we made it work somehow. هاي من أكتر الصور اللي بحبها أخذتها عن ست. أنا موجود كنا عم نعمل تيك توك، بحب أتخيل إنه بي alternate reality إنه مروة وهبة أصحاب بس عم بيعملوا تيك توك بدل ما يشدوا شعر بعض. بدولكم فان فاكت على كيرا، لو ضيعتوها مثلا اون سيت دوروا جوا تراك ورا شجرة تحت السيارة. على فكرة أنا زي الشمس من هاي الناحية. بس بتكوني بتصوري تيك توك، بس بتكون تصوري بتصور الناس. صح. بتمنى إنه حبيتوا القصص اللي حكينا لكم إياها، ولا تنسوا تتابعونا بمسلسل مدرسة الروابي للبنات سيزون 2 على نتفليكس. باي.